تعود لبهاء الدين، تحول على الجهة اليسرى من جانب سيف مساوي، ارسال الكرة للامام، فالنتاين على الجهة اليسرى يلعب الكرة لأوتو بونغ، ولكن التغطية السريعة من داودا موسينكو، وترجع الكرة لفالنتاين، محاولة المرور ولكن الكرة اصطدمت وتحولت لرمية تماس لمصلحة فريق الهلال. ملعوب تماس مع عبد اللطيف فوي، كرة ملعوبة عالية، هيا كرة والكرة أبعدت، تحولت لضربة ركنية، تحولت لضربة ركنية لمصلحة فريق الهلال مع مهند الطاهر. مهند يتقدم للتنفيذ، كرة ملعوبة لإبراهيم التوريلي، مهند الطاهر يعكس كرة مباشرة، الرأسية جميلة، فرصة، الهدف، الهدف، الهدف الثاني لمصلحة الفريق الهلالي عن طريق متابعة المدافع باري ديمبا. باري ديمبا في الكرة الملعوبة المعكوسة اللي تحولت مباشرة إلى داخل الشباك، شوف كرة ملعوبة من مهند الطاهر والرأسية في الأولى والثانية، كمل باري ديمبا، كمل المدافع ديمبا، 2-1 لفريق الهلال في هدف أيضا أسعد الجماهير الموجودة، بغض النظر طبعا عن المباراة ودية، المباراة رسمية، الجماهير أحيانا تحشق الأهداف، ولكن أعيد وأكرر أقول في هذه المباراة وفي كل المباريات الودية فائدة المرجوة والمنشودة من الإعداد البدني والتكتيكي والمهاري هي بالأساس في فائدة هذه المباراة مع زامبيا، مع زيسكو القادم من زامبيا، زيسكو فريق قدم